بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الأذان الباب 11. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، أي مشروعية أو جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو ابن قعنب الإمام القعنبي، عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. الحديث مرة ثانية. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. إن أذن بلال يعني بليل، يعني قبل أن ينفجر الفجر، ولكن من أجل أن يستعد من يريد أن يصوم، ويعني من يريد أن يوتر قبل الفجر، فيقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قول باب أذان الأعمى أي جوازه إذا كان له من يخبره، أي بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة، وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى، والمؤذن مؤتمن على الوقت، فإذا كان أعمى وليس له من يخبره فكيف يخبر بالوقت؟ ولكن إذا كان له من يخبره يعني من الثقات فما فيش بأس بأذانه. أما من نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح، فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة، نعم في المحيط للحنفية أنه يكره، يعني يكره أذان الأعمى، ولكن إذا كان له من يخبره من الثقات فما فيش حرج. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي، قال الدارقطني: تفرد القعنبي برواية إياه في الموطأ موصولا عن مالك، ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر، كأنه عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا لأن سالم تابعي. يقول: لم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر وافقه على وصله، يعني عن ابن عمر عن مالك، وافقه على وصله عن مالك خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة وكامل ابن طلحة وآخرون، وصله عن زهري جماعة من حفاظ أصحابه. فكأنه يبين الحديث إيه، يعني ثابت، يعني متصلا، يعني في ذكر الصحابي، يعني أما من رواه دون ذكر الصحابي يعني الرواية الإيه الموصولة يعني أرجع. قوله: إن بلالا يؤذن بليل، في إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة. إن بلال يؤذن بليل، يعني الأذان الأول هو أذان بلال، وكان بلال هو الذي يقيم الصلاة، فقال الذي يؤذن الأذان الأول هو الذي يقيم الصلاة، في إشعار بأن ذلك كان من عادة مستمرة. وزعم بعضهم أن ابتداء ذلك باجتهاد منه وعلى تقدير صحته، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار في حكم المأمور به أنه كان بيؤذن بليل. ويعني فعل، طبعا فعل بلال وحده ليس حجة، ولكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وخاصة أنه أمر مستمر، فهذا الذي جعله أي حجة أن يؤذن بليل أذان الأول. يقول: على تقدير صحته فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار في حكم المأمور به. وسيأتي الكلام على تعيين الوقت الذي كان يؤذن فيه من الليل بعد باب. قوله: فكلوا، في إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. وطبعا مش هنقول فكلوا يعني أمر إيجاب، يعني لكن كلوا يعني يباح لكم الأكل.
قوله ابن أم مكتوم اسمه عمرو كما سيأتي موصولا في الصيام وفضائل القرآن الجزء التاسع تقريبا أو في الجزء الرابع. يقول وقيل كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولا يمتنع أنه كان له اسمان، وهو قرشي عامري أسلم قديما والأشهر في اسم أبي قيس بن زائدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بها، وقيل رجع إلى المدينة فمات، وهو الأعمى المذكور في سورة عبسة. الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. واسم أمه عتكة بنت عبد الله المخزومية، وزعم بعضهم أنه ولد أعمى، فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره، والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين. يقول في الهامش هذا فيه نظر، لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة، لأن سورة عبسة النازلة فيه مكية، وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى فتنبه. يعني فقول فزعم بعضهم أنه ولد أعمى، ويقول المعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين، إن هذا كلام من كلام الحافظ يعني، فبينكر عليه الشيخ ابن باز أنه بعد بدر بسنتين، أن بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، مع ذلك أنه كان في السنة الرابعة عمية، مع أن سورة عبسة سورة مكية، والله جل عتبه وقال أن جاءه الأعمى. قول وكان رجلا أعمى، ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر، وبذلك جزم الشيخ الموفق في المغني دامة، لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن القعنبي فعين أنه ابن شهاب اللي قال وكان رجلا أعمى. وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق ومعاذ بن المثنى وأبو مسلم الكجي الثلاثة عند الدارقطني والخزاعي عند أبي الشيخ وتمام عند أبي نعيم وعثمان الدارمي عند البياقي كلهم عن القعنبي، وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج. قوله كان رجلا أعمى يقول من كلام الزهري مدرج، يعني ليس من كلام الصحابي. ويجاب عن ذلك بأنه طبعا المدرج يعني مش في حكم الصحيح، المدرج مش كلام النبوة يعني. ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله، وكذا شيخ شيخي، يعني شيخ سالم بن عبد الله قال ذلك، وشيخ شيخي عبد الله بن عمر قال ذلك، وكان رجلا أعمى. وقد رواه البياقي من رواية الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعا عن ابن شهاب، وفيه قال سالم وكان رجلا ضرير البصر، فكأن الزهري أخذها من سالم، هذا الكلام كلام سالم ولكن كرره أيضا الزهري، ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضا. قال وسيأتي في كتاب الصيام عند المصنف من وجه آخر عن ابن عمر ما يؤدي معناه، إن أيضا ابن عمر هو الذي قال وكان رجلا أعمى، فكأن كل تلميذ أخذه من شيخه. وسنذكر لفظه قريبا، فثبتت صحته وصلا، يعني من كلام الصحابي وليس من كلام التابعي أو الكبير أو الصغير. ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد المسيب، وفيه زيادة قال ابن عبد البر هو حديث آخر لابن شهاب، وقد وافق ابن إسحاق معمرا فيه عن ابن شهاب. قول أصبحت أي دخلت في الصبح، هذا ظاهره، واستشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصبح للازم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر، والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش. وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصبح. ويعكر على هذا الجواب أن في وقت الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن، يرون الفجر الصادق هو عبارة عن ضوء مستعرض في الأفق يعني يمينا وشمالا، غير الفجر الكاذب اللي هو كذنب السرحان يعني اللي هو رأسي، فليس أول ضوء يظهر يعني في جهة المشرق، يعني هو الفجر الصادق ولكن المستعرض يمينا وشمالا. يقول إنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فقوله إن بلال يؤذن بليل يشعر أن ابن مكتوم بخلافه، فلو كان هو أيضا بليل لكن هذا خلاف النص، ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كل منهما أذن قبل الوقت، وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال،
وأقرب ما يقال فيه إن أذنه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب، وكأنه كان له من يرى الوقت بحيث يكون أذنه مقارنا لابتداء طلوع الفجر، هو المراد بالبزوغ، وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق. ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قلبت الصبح وقوع أذاني قبل الفجر، احتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر، وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس مستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة، فلا يشارك فيه من ليس بتلك الصفة. وقد روى أبو قرة من وجه آخر ابن عمر حديثا فيه، وكان ابن عمر يتوخى الفجر فلا يخطئه، وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وسيأتي بعد باب واستحباب أذان واحد بعد واحد، وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، يعني أذان في وقت واحد كأن يكون البلد كبيرة مثلا أو المسجد كبير، واحد يقف في ناحية والآخر في ناحية لإسماع يعني أهل البلد، خاصة يعني قبل ظهور مكبرات الصوت، يقول أما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية، وقال الشافعية لا يكره إلا إن حصل من ذلك تشويش، واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، لأن كلاهما كان مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني. وقال من دقيق العيد وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض لها، انتهى. ونص الشافعية على جوازه ولفظه ولا يتضيق إن أذن أكثر من اثنين، وفي الهامش يقول ولا يضر يعني. وعلى جواز تقييد الأعمى للبصر، يعني فيه تقليد الأعمى البصر في دخول الوقت وفيه أوجه، وذكرنا إذا كان له يعني من يخبره، واختلف فيه الترجيح، وصحح النووي في كتبه أن الأعمى البصير اعتماد المؤذن الثقة، أن الأعمى البصير اعتماد المؤذن الثقة، وعلى جواز شهادة الأعمى، وسيأتي ما فيه في كتاب الشهادات، وعلى جواز العمل بخبر الواحد أن يقال له أصبحت فكان يؤذن، فيجوز قبول خبر الواحد. وقلنا أن هذه مسألة يعني بعض الناس اعترض على ذلك، ولكن الراجح القبول كان في تحويل القبلة، يعني تركوا القبلة لخبر واحد، ما قالوا ننتظر حتى يتواتر الخبر. وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار، وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالأصل بقاء ما كان على مكان، وذي قال ابن عباس كل ما شككت حتى ما تشك، فالأصل بقاء الليل حتى يتبين الفجر. وخالف في ذلك مالك فقال يجب القضاء، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي، أن الأعمى يقال له أصبحت ويعرف صوت من يقول له أصبحت وهو عنده ثقة فيؤذن. وخالف في ذلك شعب الاحتمال الاشتباه، وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا احتيج إليه. باب الأذان بعد الفجر. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. الحديث الثالث قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قول باب الأذان في الفجر. قال زين بن منير قدم مصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر، فخالف الترتيب الوجودي لأن الأصل في الشرع ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما نظر عنه، وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف يعني في بين الأئمة، وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر. والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، وأن الأذان قبل الفجر لا يكفي به أو لا يكفى به عن الأذان بعده، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر، والله أعلم. قوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح هكذا
وقع عند جمهور رواة البخاري في نظر، فقد استشكله كثير من العلماء كما سيأتي. والحرواتي بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب. وقد أصلح فيه رواية ابن شبويه عن الفربري كذلك، وفي رواية الهمداني كان إذا أذن بدل اعتكف، وأشبه بالرواية المصوبة. وقع في رواية النسفي عن البخاري بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهو يقتضي أن صنيعه ذلك كان مختصا بحال اعتكافه وليس كذلك، صلاة الركعتين ليس في الاعتكاف مثلا في رمضان وحده ولكن على الدوام. والظاهر أنه من إصلاحه. وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، ووجه ابن بطال وغيره بأن معنى اعتكف المؤذن أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه. قالوا أصل العكوف لزوم الإقامة، كأنه يقول الاعتكاف هنا ليس معناه الاعتكاف الشرعي بل الاعتكاف اللغوي اللي هو لزوم الإقامة بمكان واحد، وتعقب بأنه لا يلزم منه أنه كان لا يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضي مفهوم الشرط، وليس كذلك لمواظبته عليهما مطلقا. والحق أن لفظ اعتكف محرف من لفظ سكت، وقد أخرجه المؤلف البخاري في باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر. قوله وبدا الصبح بغير همز، مش بدأ، بدا الصبح بغير همز أي ظهر. وأغرب الكرماني فصحح أنه بالنون المكسورة والهمزة بعد المد، وكأنه ظن أنه معطوف على قوله للصبح فيكون التقدير واعتكف لنداء الصبح، وليس كذلك. فإن الحديث في جميع النسخ من الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهما بالباء الموحدة مفتوحة بعد الدال ألف مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو العطف. وبذلك تتم مطابقة الحديث الترجمة، وسيأتي بقيه الكلام عليه في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى. قوله عن يحيى، الحديث الثاني عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قول بين النداء والإقامة، قال زيد بن نير حديث عائشة أبعد الدلال به للترجمة من حديث حفصة، لأن قولها بين النداء والإقامة لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر. ثم أجاب إنها بالركعتين ركعتي الفجر، وهما لا يصليان إلا بعد الفجر، فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر انتهى، وما فيه من التكلف غير سلم الانتقاد. والذي عندي أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما روي ورد في طرق الحديث الذي يستدل به، وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة، ولفظه كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر. قال كلمة اعتكف محرفة، يعني هي كان إذا سكت المؤذن يعني انتهى من الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين هما ركعة الفجر هما قبل صلاة الفريضة. قوله عن عبد الله بن دينار، هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث. قال ابن عبد البر لم يختلف عليه فيه، واعترض ابن التيمي فقال هذا الحديث لا يدل على الترجمة لجعل غاية الأكل ابتداء أذان ابن أم مكتوم، فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل. وجوابه ما تقدم تقريره في الباب الذي قبله، وقال زين بن منير الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره، فإن قوله حتى ينادي ابن أم مكتوم يقتضي أنه ينادي حين يطلع الفجر، لأنه لو كان ينادي قبله لكان كبلال ينادي بليل. تنبيه يقول قال ابن مندح حديث عبد الله بن دينار اللي هو الأخير مجمع على صحته، رواه جماعة من أصحابه عنه، ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه، رواه يزيد بن هارون عنه على الشك أن بلال كما هو المشهور أو أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، يعني الحديث يعني مقلوبا، يعني بدل إن بلالا يؤذن إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، ولكن طبعا الرواية الموجودة يعني أرجح. قالوا لشعبة في إسناد آخر فإنه رواه أيضا عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمتي أنيسة فذكره على الشك أيضا. أخرجه أحمد عن غندر ومحمد بن جعفر يعني عنه يعني عن شعبة. ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازما بالأول، ورواه أبو الوليد عنه جازما بالثاني، وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة، وكذلك أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن والدع بن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب.
وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث الصحيح رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يطمعن أحد يعني إن هو لابد أنه أصاب الوقت يعني وأخرجه أحمد فكأن يعني إن دي رواية أخرى وليس قلب للحديث إن هو إن عمرو هو ابن أم مكتوم كان ضرير البصر فلا يغرنكم إن هو يؤذن بلال يعني. وجاء عن عائشة أيضا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول إنه غلط أخرج ذلك البياقي من طريق الدروردي عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عنها وذكر الحديث وزاد قالت عائشة وكان بلالا يبصر الفجر قالت وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر انتهى وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن الأذان الأول إنهما لا يحرم على الصائم شيئا ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني وكان الأمر كان بيختلف يعني أو إن نقول إن أحيانا كان ابن أم مكتوم يؤذن بليل وبلال يعني يؤذن يعني عند طلوع الفجر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يشير إن عموما إن الأذان الأول لا يحرم الطعام لمن أراد الصيام ولا يحل الصلاة يقول أن جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبا يعني تناوبا بين بلال وابن أم مكتوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن الأذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئا ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتمالا وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره وخيل لم يكن نوبا وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان فإن بلال كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن الصبح حتى يطلع الصبح ولذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت كان بلال يجلس على بيته وهو أعلى بيت في المدينة فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن أخرجه أبو داود وإسناده حسن ورواية حميد عن أنس أن سائلا سأل عن وقت الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر حديث أخرجه النسائي كان في ابتداء الأمر كان أذان واحد وكان أذان بلال وإسناده صحيح ثم أردف ابن أم مكتوم أو أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى أنه هو ابن أم مكتوم كان يؤذن أولا ثم يؤذن بلال ثم يبدو أن عكس الأمر يعني يقول وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى وعذاك تنزل ولاية أنيسة ويعني غيرها ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له الفجر واستقر أذان بلال بليل فهذا الذي استقر عليه واستمر عليه الأمر صار أذان بلال بليل وابن أم مكتوم يعني حين ينفجر الفجر وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر فإذا فأذن قبل طلوعه وأنه أخطأ مرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول ألا إن العبد نام يعني أنه غلبه النوم على عينيه غلبت النوم على عينيه منعته من تبين الفجر وحديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعا ورجال وثقات حفاظ لكن اتفق أئمة الحديث على علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه هو حماد بن سلمة وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأن هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا انفرد برفعه ومع ذلك فقد وجد له متابع أخرج البيهقي من طريق سعيد بن زربي وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أيضا لكنه أعضله فلم يذكر نافعا ولا ابن عمر وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضا وأخرى مرسلة من طريق يونس ابن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى عن من طريق سعيد عن قتادة مرسلة وصلها يونس عن سعيد بذكر أنس وهذه الطرق
يقوي بعضها بعضا يعني قوة ظاهرة. فلهذا والله أعلم استقر أن بلال يؤذن الأذان الأول، وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت المراد من قول يؤذن بليل في الباب الذي يعني بعد هذا، يعني كم بين الأذنين يعني يأتي يعني بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.